اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل بقيه كلامنا عن هرم الملك جيت كارع. والنهارده هنبدا في الفيديو بتاعنا نتكلم عن البناء والحفر او الموقع والحفر الخاصين بهرم الملك جيت كارع، وهنقول ان اخر ملوك الاسره الخمسه نقل انشطه البناء الجنائزي الخاصه بيه من منطقه ابو صير لمنطقه سقاره، وبنى الملك جيت كارع هرمه على بعد 6 كيلو من مقبرة أبو صير في موقع جنوب منطقة سقار. وهرم الملك جيت كارع كان أول هرم بيتم بناؤه في المنطقة اللي بنى فيها الملك. في نفس الوقت تخلى الملك جيت كارع عن التقليد اللي بيتم عمله في معابد الشمس، وده بيشير إلى تحول عبادة المصريين من الإله رع للإله أوزوريس. وتمت زيارة الهرم لفترة أو وجيزة أو لفترة قصيرة من قبل عالم الآثار جون شايبرينج، وبعد كده بوقت قصير جدا قام بزيارته عالم الآثار كارل ريتشارد إليبسوس. وتم اكتشاف البنية التحتية للهرم لأول مرة سنة 1880 عن طريق عالم الآثار جاستون ماسبيلو. وفي منتصف الأربعينيات من القرن الماضي حاول ألكسندر فاريل وعبد السلام حسين إن هم يعملوا أول فحص شامل وكامل الهرم، ولكن عملهم توقف فجأة والأسباب غامضة وفقدت النتائج اللي توصلوا إليها. وتم اكتشاف بقايا الهياكل العظيمة للملك جيت كارع داخل الهرم نفسه. في منتصف الخمسينيات حاول الدكتور أحمد فخري إن هو يعمل فحص شامل للهرم، ولكن برضه ما وصلش لأي نتائج. وقدر الدكتور أحمد فخري إن هو يتوصل لقطع نقش بارز جوه الهرم ونشرها بعد كده الدكتور محمد مرسي، ولكن طبعا غير الدكتور محمد مرسي اللي كان رئيس مصر في فترة معينة، الدكتور محمد مرسي اللي هو كان واحد من أهم علماء الآثار في مصر. وتم حفر المنطقة المحيطة بالجسر والمعبد الجنائزي من قبل الدكتور محمود عبد الرازق. وتم نشر المخططات المعمارية لمجمع الهرم لأول مرة بين عام 1962 و 1977. ومن سنة 2010 كان الدكتور محمد مجاهد هو المسؤول عن مجمع أهرام الملك جيت كارع والملكة ست حور. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن مجمع الهرم نفسه، وأول حاجة هيتكلم عنها هي البنية التحتية، ونقول إن البنية التحتية قدروا علماء الآثار إن هم يحصلوا على تقرير أو على حق إن هم يدخلوا جوه الهرم نفسه، ولكن هم قدروا إن هم يخشوا الهرم من الجانب الشمالي. ولكن في الأصل بيكون المدخل تحت رصيف الفناء الخاص بالهرم مش من الوجهة الشمالية للهرم. في الأصل كان من المتواجد في مجمع الهرم كنيسة موجودة في الجهة الشمالية، بس في الوقت الحالي مبقاش متواجد منها غير بعض الآثار. والمدخل بيؤدي لمنحدر، والمنحدر ده بيكون مائل ومصنوع من الجرانيت. والممر بتكون ليه زاوية طفيفة باتجاه الشرق، وهو آخر ممر تم بناؤه للوصول لغرفة الدفن. والممر ده بينتهي لدهليز بيتم من خلاله الوصول لممر تاني مصنوع من الجرانيت ومبني بشكل افقي. واكتشف علماء الاثار ان في بعض الاواني المكسوره موجوده جوه الدهليز، وده بيدل على ان في بعض طقوس الدفن كانت بتتم جوه الهرم نفسه. وتم حراسه الممر الافقي بثلاث ابواب من الجرانيت، وكان في مدخل رابع من الممر تمت برضو حراسته عن طريق ابواب مصنوعة من الجرانيت، بس المدخل ده كان موجود في نهاية الممر. وبيؤدي الخروج من الممر الافقي لغرفة الانتظار، ودي غرفة قياسها 4 متر في 3 متر لجهة الشرق. وكانت غرفة السرداب بتحتوي على 3 منافذ للتخزين، ودي كانت واحدة من اهم السمات اللي كانت موجودة في اهرامات عصر الاسرة الخمسة. وكده يا جماعة هنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلام معاكم عن هرم الملك جيت كارع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.